السلام عليكم، والله يسعدك. لوقتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله نشوف مع بعض كيف نعمل كوكيز براوني بالشوكولاتة. هو عبارة عن كوكيز ولكن بيطلع جدا طري من الداخل مثل البراوني. طريقته جدا سهلة وبسيطة وطعمه بيطلع كتير طيب. اللي حلو بهذه الوصفة اننا نعملها بالزيت زي ما نعمل البراوني تماما. طبعا ممكن تقدموها زي ما هي كده او ممكن تحشوها بايس كريم او اي حشوة انتو حابين. كتير حلو، ان شاء الله تجربوه يعجبكم وفرجة ممتعة. لعمل وصفتي لليوم راح نحتاج الى 3 ارباع الكوب من الطحين اللي هي تقريبا 105 جرام، 3 ارباع الكوب من الشوكولا البودرة الغير محلى يعني مو حاطين عليها سكر، يفضل تكون غامقة واللي هي 70 جرام، تقريبا كوب واحد من السكر يطلع لها 200 جرام. انا عندي هنا ممكن 180، لقيت السكر الابيض مخلص من عندي بس حطه 200 جرام. 2 حبات من البيض بحرارة الغرفة، نصف كوب من الزيت اللي هي تقريبا 120 ملي، ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة، اذا ما عندكم بستخدم البودرة، ملعقة كبيرة واللي هي 15 ملي من الماء المغلي، انا عندي هنا بارد لما اجي استخدمه راح اغليه، رشة من الملح، وعندي هنا ملح البحر. اوكي، هنا ملح البحر الناعم، هنا ملح البحر الخشن. هذا الكوكيز بنرش عليه ملح البحر. ونحتاج الى ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم اللي هي البيكنج سودا. راح استخدم الشوكولا الابيض وعندي هنا 100 جرام، احتمال اغير ما بعرف. راح نعمله هو خفق الزيت مع السكر. هي الوصفة بالاصل تنعمل بزيت الزيتون ولكن عملت الزيت عادي. كمان بنحط ملعقة الفانيلا وشوي من الملح اللي نحطها دائما داخل الكوكيز، يعني تقريبا كده ربع ملعقة صغيرة. السكر بعد ما خلطه شوي بالزيت، هو ما راح يدوب لان السكر بيدوب بالماء فقط. الان راح نبتدي نضيف البيض بيضة بيضة، يعني نضيف واحدة ونستنى تختفي تماما ثم نضيف الثانية. دخلت عند البيضة الاولى، الان راح اضيف الثانية. لما نضيف البيض بنحس انه المزيج يبتدى لونه يصير فاتح ابيض، هذا بسبب البيض طبعا. هذا البيض بعد ما مزجته، الان محتاجه ان اسخن هذه الملعقه من الماء وارجع انا احطها بالميكرويف فقط. هذا الماء بعد ما غلي معي، الان راح اضيف له اللي هي الملعقه الصغيره من البيكنج سودا اللي هي بيكربونات الصوديوم، ونخليها زي كده تغلي على كيفها. هذا هو تفاعل البيكنج سودا. اوكي، ثم راح نحط هنا الطحين. مثل ما انتم شايفين حطيت مصفاه مع الكوكو باودر وننخلهم. ضروري هذه الخطوة نعملها مباشرة على الكوكيز لأنه مثل ما انتم عارفين الكوكو باودر بيتكتل بسرعة، فكده بنتأكد انه لما نمزج الكوكيز ما يكون عندنا فيه كلاكيع من الكوكو باودر. ثم نمزج زي كده بشويش حتى ما يطير. هذا هو المزيج. الان راح اضيف له الشوكولات. مثل ما قلت لكم غيرت راحة الشوكولا القطع الاسود، استخدمت نفس الكيس ايضا 100 جرام. ثم الان راح اضيف هذا الماء اللي فيه البيكنج سودا كله مرة واحدة، انه نحرك البيكنج سودا لانه بتنزل تحت. نحرك كده بيكون مزيج الكوكيز جاهز عندي. اسكب الكوكيز بواسطة ملعقة الايس كريم زي كده. حاولوا تعملوهم بعد عن بعد شوي. اوكي، انا مستخدمة هذا ماركة نسلي، حط كده شوي على الوش. ثم رشة من ملح البحر الخشن. هلا انا راح احطه بالفرن اللي سبق وشغلته على درجة حرارة 350 فهرنهايت اللي هي 180 مئوية من 7 إلى 10 دقائق، لانه كوكيز الشوكولا بالعادة ما ياخد وقت كتير بسرعة لانه الشوكولا بتنشف. اوكي، فاذا خليته اكتر من 10 دقائق او 12 دقيقة بيقلب نكهته على مرار. اوكي، فانتو حطوه بعد 7 دقائق شوفوه وتعرفون هل يحتاج وقت زيادة او لا.
خلاص يا حلوين، هذا الكوكيز بعد ما جهز معي. مثل ما انتم شايفين لما نطلعه من الفرن ضروري نخليه بالصينية لحتى يبرد تماما، لانه مثل البراوني بيكون طري من الداخل وخفيف، اذا شلته ممكن تتكسر معاكم الحبات بسرعة. بالنسبة لرشة الملح البحر اللي على الوش، اذا حبيتوا تحطوها حطوها، اذا ما حبيتوا لا. مدة الفرن ما محدد، احسن شيء بعد 8 دقائق اقعدوا راقبوه. هذا هو حبيت افرجيكم قوامه من قريب كيف يطلع. فمثل ما انتم شايفين هنا حبة الكوكيز لما ناخذها ونضغط عليها بهذا الشكل جدا جدا طرية، زيها زي البراوني، كتير حلوة هذه الوصفة لعشاق البراوني. حبيت افرجيكم واحدة ثانية اكسرها. طبعا انا هنا جالسة اكل لان هذا الفيديو صورته قبل رمضان. اوكي خلاص حبايبي، هذا هو البراوني. مثل ما شفتوا طريقته جدا سهلة وبسيطة، كتير طيب لما تحشوه بآيس كريم الفانيلا. جربوه، ان شاء الله تكونوا حبيتوا الوصفة. شكرا لمتابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على ألف خير بالفيديو الجاي. مع السلامة.